معايا المخرج المتألق الجامد جدا جدا اللي هيكسر رمضان السنه دي، المخرج محمد سامي. طول مكسره. ازيك يا محمد؟ يا استاذ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ يعني انا عمال اقول للناس قد ايه انت عامل شغل جامد في المسلسل، وان شاء الله احنا يعني احسن مسلسل في رمضان. الشغل حلو بيك انت وزمايلك. يا حبيبي قول لنا يا محمد، واخد بالك الوقايه من الكورونا في التصوير عامل ازاي عشان الناس قلقانه؟ وانا قلقان عشان ادورد قاعد جنبي دلوقتي. لا ما تقلقيش انت. تمام يعني زي الفل. لا هو بص، هو بس يعني احنا بنتبع التعليمات، يعني كل الناس بقى في معنا الكول وسانيتايزرز ومعنا كل الحاجات وكمامات وجلوفز وكل حاجه، وما بنلمش حاجات واللوكيشن، وبنقيس درجه حراره والناس داخلين، ولغين معظم المشاهد اللي فيها بقى. يعني الحمد لله احنا كمان حظنا كويس ان احنا خلصنا، انت عشان عارف انت بطل من ابطال المسلسل فانت فاهم كويس ان احنا خلصنا الاجزاء اللي فيها مجاميع كتير، اللي فيها اكستراس كتير بعدد كبير. فاحنا بقى اللي باقي عندنا كلها حاجات فيها شقه، فيها 2 ممثلين، في 3 ممثلين. ادوارد لسه مثلا كان في شقه دلوقتي عامل مشهد خطير، فبتلاقي نفسك خطير بيك يا محمد والله. لا والله بيك انت، والله انت استاذ كبير بجد يعني، وانا عارف قد ايه انا بحب الشغل معاك وقد ايه بتبسط بالشغل معاك، وانا ربنا يعلم. انت بجد ممثل مهم وممثل كبير ومن اجمد الممثلين اللي انا اشتغلت معاهم فعلا. فانا بقول لك احنا، انت عارف الوضع كويس، ان احنا بقينا الموضوع عندنا ان احنا مسيطرين على الموقف بالشكل اللي نقدر عليه، ان احنا مش ماشيين بقى خلاص وقفنا بوس واحضان. وقفنا. مستعد في بيتك ازاي بقى؟ في بيتك بتعمل ايه؟ ده انا بيتي انا عملت حاجه غريبه قوي ومراتي شايفاني مجنون بصراحه. هو انا 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 عشان انا موسوس بس شويه، انا اشتريت كل حاجات البيت لمده 6 شهور يعني. نهار ابيض. وانا بقول السوبر ماركت فاضيه ليه؟ اتاريك انت اللي مخلصها يا محمد. والله لا والله. 6 شهور ازاي يعني ازاي؟ عملت مخزن كبير جدا في البيزمنت، مخزن كبير جدا عملاق، وجبت ثلاجات اللي هي زي بتاعت السوبر ماركت الكبيره ديت، وعملت مخزن كبير جدا في البيت. وبعدين منعت بقى كل الميدز والنانيز وبتاع ان هم ما فيش اجازات. اشتريت كل منتجات 6 شهور يا كل حاجه محمد. كل حاجه ست كل شهور. حاجه فعلا كل حاجه لحد الادويه يعني كل يعني حتى الادويه كمان. كل حاجه كل حاجه يعني احنا لو ناقصنا حاجه هنجي لك على طول. ما نروحش السوبر ماركت. اي حد يا جماعه محتاج حاجه بيت المحافظين محمد سامي يلا. ايوه طبعا والله. بص ما فيش حد يعني بيعمل كده، انت الوحيد، وده يعني هيعمل قلق على السوشيال ميديا يا جماعه. محمد سامي اشترى اكل وشرب 6 شهور. كام هيعمل قلق في السوبر ماركت؟ جبت كام ازازه ميه يا محمد؟ 4000 ازازه ميه. والله بجد. لا ما بص، ماي بتكلم ابويا وامي فبتقول لهم، بيفكروا انا اقترحت على العيله كلها فكره اني نعمل كل البيت زي حجر صحي، ان البيت كله ما حدش يدخل او يخرج او ايوه. وبعدين ماي اقترحت على اهلي وعلى اخواتي وعلى كل الناس، فماي كلمتهم قالت لهم خلاص يا جماعه ما حدش يشتري حاجه، الشوبينج من عندنا من البيت، ابنكم مجنون. فبس بجد يعني اصل انت مش ضامن كمان. بص دايما في الازمات يا رب ما يبقاش في عندنا ازمه دايما يا رب، ولا مصر يبقى فيها ازمات، وربنا يعدي الازمه دي على خير على كل الناس. بس انت حاجه العلماء نفسهم مش عارفين هيحصل فيها ايه. مظبوط. العلماء نفسهم محتارين فيها. فانت كبني ادم، انا مش دكتور، انا مخرج بفهم في الارت، ما بفهمش في الطب. الاقي العلماء، انا دايما اول ما تسمع عن فيروس او حاجه، ها والعلماء عملوا ايه؟ انت لسه مش عارف العلماء نفسهم مش عارفين هيعملوا ايه. أيوة. انت مش عارف انهي وضع الدنيا كلها تروح فيه. بعدين الموضوع مش في مصر بس، ده في امريكا وفي ايطاليا وفرنسا وانجلترا، كل البلاد الكبيره اللي هم اصلا عندهم حاجات مزايا اخرى في شكل نظام المجتمع بتاعهم مخليهم يعرفوا يسيطروا على الاوبئه والحاجات دي اكتر من عندك. انت مش عارف، هم نفسهم محتارين، والحمد لله احنا وضعنا احسن منهم عشان الاميونيتي بتاعتنا احسن. مظبوط. بس انت مش عارف، فانا مش عارف، وانت مش عارف حاجه دي. فاكر ايام الثورات وايام الحاجات اللي كانت بتحصل دي؟ أيوه. انت ما كنتش عارف البيت، ما كنتش عارف تتكلم في التليفون، ما كنتش عارف تجيب اكل، ما كنتش عارف تعمل حاجه. مظبوط. فهو ده اللي انا عملته. طب بالزبط. انت متفائل ولا متشائم يا محمد؟ والله هو انا دايما بتفائل، بس انا خايف طبعا، لان انا مش عارف اللي بيحصل. وانا كنت والله احنا كلنا متفائلين بيك، والكومباوند كله هيبقى متفائل بيك. بس الحمد لله احنا عرفنا خلاص. انا كنت شفت صور كتير على السوشيال ميديا، السوبر ماركت سأل سوبر ماركت فاضيه، فانا عرفت خلاص يا جماعه محمد سامي هو السبب، هو اللي فضى كل السوبر ماركت خلاص. انا لما رحت لقيت الدنيا خلاص تكاد تكون فاضيه. لا هو كل الناس فعلا يا جماعه، انت بتخاف، بتحاول تاخد حذرك. وبعدين
في رمضان بقى اللي جاي رمضان، ورمضان عزومات بقى وحاجات واهلك واصحابك، فان شاء الله يا رب بس الازمه دي تعدي. لا ان شاء الله تعدي قبل رمضان، ورمضان كلها الناس قاعده مستنيه البرنس اخراج المبدع محمد سامي. ان شاء الله اكتر من كده بيكم محمد وبروجينا ونور وزاهر ودنيا كلهم بقى، مش عايز انسى حد، وكل كل اللي في المسلسل ان شاء الله بيكم. بجد انا محظوظ ان دول الممثلين من الكاست بتاعي السنه دي والله. احنا اللي محظوظين بيك ومحظوظين بمداخلتك لينا يا محمد. ربنا يخليك. ثانك يو. ميرسي ميرسي. شكرا يا محمد. ميرسي يا محمد. اتصل واشترك في باقة ألفا متوفرة منفردة أو مع باقات أخرى من OSN.